معي من دبي رامي مراد الخبير في التجارة الإلكترونية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد رامي. ما العوامل التي تنجح عملية بيع الإعلانات الرقمية وتجعل شركة أنجح ومنافسة لشركة أخرى؟ مساء الخير. بداية أهلا وسهلا. سؤال محله أستاذ. حقيقة أهم العوامل هي وجود الجمهور، واليوم لما بنحكي على موقع مثل فيسبوك اللي هو أشهر وأكبر موقع للتواصل الاجتماعي عالميا، اليوم عم نحكي على ميت... على على 2 مليار مشترك على هذا الموقع. وإذا ما تحدثنا كذلك الأمر على موقع جوجل اللي هو أكبر محرك للبحث عالميا، كمان عم نحكي يعني على مليارات المستخدمين الذين يتجولون على الموقع يوميا. الحقيقة وجود المشتركين، وجود المستخدمين على هذه المواقع بشكل يومي هو ما يحفز سوق الإعلانات الرقمية اليوم. هو أهم سبب صراحة لنجاح أي موقع بهذا السوق الكبير عالميا. إلى أي درجة هناك بوادر أو من المعطيات تقول لنا بأنه أمازون ستنجح في هذا الموضوع وممكن أن تصل إلى يعني إنهاء كما يرى البعض احتكار جوجل وفيسبوك للإعلانات الرقمية؟ اليوم موقع امازون هو موقع تجاره الكترونيه عالمي، عم بيتواصل مع جمهور كبير عالميا كمان يوم بعد يوم. عم نشوف الشركه وتقاريرها الماليه بشكل يومي. اليوم شركه امازون عم تزيد نشاطاتها الالكترونيه، ان كان عبر متاجرها الالكترونيه او عبر مبيعات الحوسبه الالكترونيه ايضا. وكذلك الامر هلا شهدنا مؤخرا عن طريق بيع الاعلانات الرقميه. اليوم شركه امازون عالميا شركه لا يستهان فيها، عندها جمهور كثير كبير عم يكبر يوم بعد يوم. هذا الجمهور عم يكبر مع توسعها جغرافيا بكل القارات العالميه. اليوم عم نشوف امازون موجوده بالولايات المتحده، بامريكا الجنوبيه، باوروبا. اليوم مؤخرا في دول مجلس التعاون ودوله الامارات العربيه المتحده وفي بالانديان سب كونتيننت. فجمهور امازون الحقيقه جمهور كثير كبير، ورواد موقع امازون عم بي يلجأوا للموقع لاغراض تجاريه بحته. يعني زائر الموقع لديه احتياجات ويمكن ان يستقبل اعلانات رقميه، فمن هون نشات المنافسه بينه وبين المواقع الاخرى مثل الفيسبوك او الجوجل. ما الذي يجعلني أختار أمازون بدل من اختيار فيسبوك لنقل؟ الحقيقه هذا سؤال محله كمان. الشيء اللي بيجعلني اختار امازون اليوم هو الاغراض التجاريه بحته. يعني انا اذا كنت شركه موجوده على السوق الرقمي، موجوده على الشبكه العنكبوتيه اليوم، وبدي اوصل صوتي او منتجاتي للجمهور اللي ممكن يشتري هالمنتجات هي، ممكن انا اطلع اعلاناتي على امازون دوت كوم، لانه المستخدم اللي موجود على موقع امازون هو مستخدم مثل ما بنقول عنه سيريوس او جاد في عمليه الشراء. ففرصي انا في بيع منتجاتي التجاريه على موقع امازون تكون اكبر من فرصي على اذا ما كانت منتجاتي على موقع مثلا فيسبوك. نعم، انا اشكرك جزيلا رامي مراد الخبير في التجاره التقنيه من دبي.